الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، حصة تفاعلية سورة الانفطار من الآية 9 حتى الآية 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. بعد أن تحدثنا عن أحداث يوم القيامة والله عز وجل نادى على الإنسان وقال له: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يقول أن كثير من الناس يكذبون بالدين وهم الكفار. والدين هنا تحمل معنيين: يوم القيامة، يعني يكذبون بيوم القيامة، أو الدين كله، إن ما في دين ولا في إله ولا في خالق ولا غيره، نحن نلعب في هذه الدنيا وفقط، ولا حساب ولا غيره. هؤلاء الكفار. أيوة. أيوة. ما خلاص إحنا ربنا خلانا وخلاص كده، يعني ما يقولوا إن ربنا خلانا. يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع. اسمها حاكم. يقولون: الأرحام تدفع، يعني إحنا تولدنا، وقبور تبلع، ومتنا، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن وخلاص. هؤلاء يسموا الشيوعيون المنكرون لوجود الله، أو العلمانيون الذين لا يريدون أن يحكموا الدين في حياة الناس. تعالوا بس نشوف الموضوع يا أبي، الآية دي بالذات عشان نأخذ بالنا من الأحكام اللي فيه. كلا بل، هنا سكون، تكذب، نخرج لساننا فيه، بد لام شمسية. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. مجموعة ممتازة. كلا بل تكذبون بالدين. 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 ممتازون. كلا بل تكذبون بالدين. 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 أحسنت، لازم أركز شوية يا محمد لأنك أخطأت في البداية، ولكن أحسنت في النهاية. كلا بل تكذبون بالدين. 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 رائعون، مع بعض. كلا بل تكذبون بالدين. أظن كله حفظ الآية صح؟ إيه. لما انتبهنا مع بعض. خلي بالك من النون المشددة، تغني بمقدار حركتين، يعني تتلي صبعك وتفرده حركة اثنين كده، تتني وتفرد. وإن عليكم لحافظين. الظاء يا عبد الله بخرج لساني فيه. وإن عليكم لحافظين. النون بقى في الفم عشان ما تطلعش ألف.
قول كده: وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين. ينفع واحد يقرأ قرآن ويأكل وهو بيقرأ قرآن؟ الله عز وجل يكلمك وهو بيقرأ، ما ينفع هذا. يغسل فمك، تعال نسمع. عبد الرحمن، ممتازون. وإن عليكم لحافظين. ضي حافظين. ضي فخامة. وإن عليكم لحافظين. ضين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. ممتاز. اسمع. وإن عليكم لحافظين. أحسن. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. ممتاز. وإن عليكم لحافظين. أحسن. وإن عليكم لحافظين. أحسن. تاني كده. وإن عليكم لحافظين. ممتاز. وإن عليكم لحافظين. ممتاز. وإن عليكم لحافظين. لحاف. لحافظين. لحاف. لحافظين. مش لي. لا. لحافظين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. يعني أنت عليك حافظ من الله. واحد هنا واحد هنا. اقرا اقرا. واحد عن اليمين يكتب حسنات، واحد عن الشمال يكتب ايه؟ سيئات. ملكين. الملك اللي على اليمين يا حاكم، اذا انت عملت حسنه يكتبها مباشر. يكتبها يكتب حسنه لحاكم. اللي على الشمال، اللي على الشمال لو انت عملت سيئه يكتب سيئة. استنى بقى. طب لو انت فكرت تعمل سيئة وما كتب ما عملتهاش، قول استغفر الله، ما يكتب السيئة، يكتب لك حسنة. من هم بحسنة، من هم بحسنة بس يفكر يكتب الحسنة. بس فكرت تعمل حسنة، يعني هميت نويت وما عملته، يكتب لك حسنة. طيب لو انت عملت الحسنة يكتب لك حسنة إلى 10 حسنات، إلى 700 حسنة. طيب إذا أنت فكرت تعمل سيئة ما يكتب لك سيئة، عشان أنت فكرت. ما خلي بالك، اللي فكر يعمل حسنة كتب له حسنة بدون ما يعمل، لكن لو أنت فكرت تعمل سيئة ما يكتب لك سيئة. ليه؟ عفو ربنا ويحبنا، لكن لو عملت السيئة يكتب لك سيئة واحدة ما يضعفها، لكن الحسنة إلا 700 ضعف، سيئة واحدة بس. فهمنا؟ يبقى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين. بيكتبوا الحسنات والسيئات، يعني كل اللي انت عملته مكتوب، كل اللي بتعمله زميلك الولد المهذب مكتوب له حسنات، واللي بيأذي زملائه يكتب له ايه؟ سيئات. طيب يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. هنقول تاني.
كراما كاتبين. محمد بنخفي التنوين. كراما كاتبين. أنت بتقولها إظهار وأنا عاوز إخفاء، يعني تقف شوية. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. سنقول الآيتين معا. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. طيب نسمع. كراما كتابون. لا استنى استنى استنى. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. كراما كاتب. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. كراما كتاب. عندك ألف هو. هذا ألف صغير ينطق مد. كاتبين. يعلمون ما تفعلون. ما عندك تركيز المرة دي، زعلان منك. نسمع رأي. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. أحسنت. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. ممتاز. ممتاز صالح. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. سند. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. أحسن. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. ممتاز عزام. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. ممتاز. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. ممتاز. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. أحسنت. كراما كاذبين. كاتبين. طب خليك شوي. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. ممتاز. كراما كاتبين. يعلمون ما يفعلون. ما تفعلون. أحسن. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. ممتاز. كراما كاذبين. كاتبين. يعلمون ما تفعلون. انت بتفكر في ايه؟ جعان؟ لا. عاوز تروح؟ مع بعض. كراما يعلمون. يلا نقول الايات مع بعض من الاول. من الاول. من هنا. كلا بل تكذبون وإن عليكم كراما يعلمون. بس اسمع هذه المجموعة الحل. ماشي. كلا بل تكذبون.
إنا عليكم لحافظين كاتبين يعلمون ما تفعلون. مجموعة دي عاوزة زقة شوية. ها شيل زجاجة المياه وارميها في السلة بدل ما تلعب بقى في القرآن. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون. ممتازون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أنا متأكد إن أبي زمان حافظ. يلا من غير ما تبص. كلا كلا بل تكذبون. كلا بل تكذبون بالدين وإن ممتاز. كلا بل اشوف المجموعه دي. عرفتوا ليه انتم مجموعكم اهزين؟ لانكم بتتكلموا وزميلك بيسمع لذلك ما تحفظ. كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين في صلاه يعلمون ما تفعلون. ممتاز. اسمع الزال. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام عليك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما مع بعض انتوا الاثنين. كلا بل تاني تاني. كلا بل تكذبون. لا اسكت يا محمد وصالح. كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. احسنت. كلا بل بالدين. لا طيب نسمع راجع. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حسن. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حسنت. كلا لا لا تكره من مخك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. المفروض ان كله يكون حافظ، لكن اللي بتفرق ان في واحد منتبه وواحد قاعد نعسان. ايوه يلا طلال. كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ممتاز. كلا بل تكذبون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. نستعد للصلاة.